في الحقيقة هذا البيان مليء بالتفاصيل تهاني التي يجب أن نتوقف عندها. أولا من المهم أن نركز بأن هذا البيان جاء بتوصية من العائلة المالكة، بمعنى أن العائلة جميعها أجمعت على هذا القرار في خلال اجتماعاتها في مجلس العائلة، وهو قرار بالمناسبة قانوني لأنه يستند إلى قانون الأسرة المالكة، بمعنى هذه الإرادة الملكية من العاهل الأردني بتقييد تحركات واتصالات الأمير حمزة هي قانونية بحتة. الأمير كان قبل شهر تقريبا من الآن أو أكثر بقليل تخلى عن لقبه، لقب الأمير، ولكن العاهل الأردني كشف أيضا في هذه الرسالة بأن الأمير حمزة وبعد أن تخلى عن لقبه قام بإرسال رسالة خاصة للملك طلب فيها بأن يتمتع بمخصصاته وامتيازاته التي كان يحصل عليها قبل تخليه عن لقب الأمير. العاهل الأردني لا زال يخاطبه بصفة أمير. هذه الرسالة كانت فيها تفاصيل كثيرة، يعني مختصرها بأن الأمير حمزة لم يلتزم بكل التعهدات التي كان قطعها للخروج من قضية الفتنة التي شهدها العالم. الأمير حمزة وبحسب رسالة العاهل الأردني كان قدم مقترحا خطيرا، وورد في هذه الرسالة بأن تكون الأجهزة الاستخباراتية والقوات المسلحة الأردنية تحت إمرته، وهذا بحسب العاهل الأردني طلب غير منطقي، وكان سيؤدي يعني إلى فتنة أكبر من التي كانت حصلت. الأمير حمزة كان وبحسب هذه الرسالة وافق على تحركات حسن بن زيد حينما طرق، بحسب المصطلح الذي استخدمه العاهل الأردني، طرق أبواب سفارتين أجنبيتين للمساعدة، وأنها أن الأمير حمزة وحسن بن زيد سيلبوا مصالح هاتين البلدين في حال تغير نظام الحكم في الأردن. هذه الرسالة أيضا أشارت إلى حادثة خطيرة جدا ربما لم ينتبه عليها أحد من قراءتها. أشار العاهل الأردني بأن الأمير حمزة خلال عيد الفطر الأخير قام بتعمد احتكاك مع قوات الحرس الملكي التي تحرس منزله وتقوم بترتيبات منزله وتحركاته، بحجة أنه يريد أن يصلي صلاة العيد خارج إطار الترتيبات التي يجهزها الحرس الملكي، وأنه تعمد الاحتكاك معهم. وبحسب رسالة العاهل الأردني الحرس قوات الحرس الملكي استطاعت أن يعني تهدئ من الوضع وأن لا تنجر إلى هذا الاحتكاك الذي أراده الأمير حمزة صبيحة يوم عيد الفطر الذي يعني تقريبا منذ أقل من شهر من الآن. هذه الرسالة أشارت إلى أمور عديدة جدا كان يعني جلها يشير إلى أن العاهل الأردني ربما يعني تكون هنالك قرارات أخرى إذا استمر الأمير حمزة بعد تقييد تحركاته واتصالاته، إذا فعل أمرا خارج إطار القانون أنه سيحاسب، وهذه إشارة واضحة جدا أن المحاسبة ربما تكون قانونية في المرة المقبلة.